منظمة وماساب الموريتانية المهتمة بالتضامن الاجتماعي وحماية البيئة تنظم ندوة مخلدة لليوم العالمي للبيئة ومختتمة لدورة تكوينية نظمتها الجمعية بالتعاون مع شبكة الابتكار للتغيير على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمعية سمسم مشاركة مواطنة تحت عنوان الأمن الرقمي، وذلك عن طريق جمعية سمسم مشاركة مواطنة. وقد مكنت هذه الدورة من تكوين مكونين ومكونات من عدة هيئات صحفية وجمعوية وطنية سيكون عليهم العبء بتعزيز قدرات أجيال من الشباب من الإناث والذكور العاملين في مجالات الإعلام والصحافة والمجتمع المدني المهتمين بهذا الموضوع. الندوة التي انطلقت اشغالها بمقر الفاعلين غير الحكوميين الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط، قال القائمون عليها انها تأتي لتثمين دور المشاركين في الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية ايام 19، 20، و21 مايو المنصرم. وتلقى المشاركون في الدورة مجموعة محاضرات حول الأمن الرقمي وسبل الحماية من الاختراق الإلكتروني، بغية تأطيرهم وتهيئتهم للعمل الميداني الذي يهتم بالأنشطة الاجتماعية. كون أكثر من 60 رقاش مجالات الأمن الرقمي. المشاركين اللي شاركوا في هذه الدورة على مدة 3 أيام استفادوا من دورة مكثفة حول أساسيات الأمن الرقمي، كذلك كيفية التعامل مع المالوير أو البرامج الضارة. بعد ذلك كذلك تطرقنا لموضوع أنواع الهاكينج أو أنواع الاختراق وطرقه وسائله وكيفية التصدي لها، كذلك قضية التنمر والابتزاز، المحافظة على الخصوصية، الانكريبشن أو كما نقول التشفير، كيف يتم تشفير الملفات الخاصة وإرسالها بطريقة آمنة من أجل مراسلات آمنة. وعلى هامش الندوة المخلدة لليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 مايو من كل عام، وزعت منظمة وماساب شهادات تكريمية وثمار أشجار على المشاركين في الدورة بهدف الحفاظ على البيئة والتنمية.